توفي شخص عن أب وابنه وأخ شقيق وإخوان من الأب وأخت شقيقة، فكيف يكون تقسيم ميراثه؟ عن أب وابنه وابنه ابن المتوفى، أي نعم، وأخ شقيق وإخوان من الأب وأخت شقيقة. نعم، المال للأب والابن، يكون للأب السدس والباقي للابن، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالفرع الوارث. نعم، أحسن الله.